لعبة جامب فورس هي اللعبة المثالية لأي حد بيحب يلعب أو يتفرج على أنمي، لأنها بتجمع كل كاركتر الأنمي في لعبة واحدة فايتنج. أنا نور من عرب هاردوير، ويلا بينا نبدأ الريفيو. بس قبل ما نبدأ الريفيو قلنا أنت مين وعايز إيه، بص تحت في الديسكريبشن. بس عايز أديكم ديسكليمر إن أنا معرفش أي حاجة في الأنمي، فلو أنا نطقت أي حاجة غلط اعذروني. اللعبة بتبدأ في تايم سكوير، وأنت بتجري في الشارع اتقفشت في خناقة ما بين جوكو وفريزا، فبالغلط فريزا ضربك وجالك سوبر باورز، ومن هنا بيخليك تختار شخصيتك. هي المشكله الوحيده في الكاركتر بيلدينج ان مفيش اوبشنز كتير. قبل ما تخش اي فايت سواء اونلاين او اوفلاين بيخليك تختار 3 شخصيات، والثلاثه دول بيشاركوا في نفس الهيلث بار، وبتقعد تبدل ما بينهم وانت جوه الجيم. وكل ما تبدل شخصيه هتلاقيها عامل تاش على الانمي، فانت ممكن تستخدمها عشان تكمل الكومبو بتاعك لو هو الانمي بعيد. خلينا بقى نتكلم على فايتنج ميكانكس. محتوى الفايتنج في اللعبه مش كبير وسهل جدا انك تتقنه، لانه سيمبل جدا ومش جديد. عباره عن بلوك داش وتشارج وكم ابيليتي جايه لكل كاركتر. خلينا نبدا بالبلوك. البلوك بتصد معظم الابيليتيز والضربات اللي في اللعبه، بس في ضربه اسمها ثرو، ودي من الضربات الوحيده اللي في اللعبه اللي ممكن تكسر بيها بلوك. البلوك مفيده بالذات لو انت بتلعب قدام حد عنده لونج رينج ابيليتيز زي جوكو. تاني حاجه هي الداش. الداش لو مش باين من اسمها بتعمل اندفاع ممكن تستخدمه لو عايز تقرب من حد عشان تضربه او تهرب من ضربه معينه. الداش مفيده اكتر للكاركترز الميلي عشان تعرف تكلوس الجاب بسرعه، بس خلي بالك ان الداش ليها كول داون وما ينفعش تعمل لها سبام. ثالث حاجه هي الرش اتاك. الرش اتاك هي اسرع ضربه في اللعبه. الرش اتاك والهيفي اتاك الضربتين الوحيدة اللي بيعملوا اتاك تشين. ولو عملت هولد لزرار الرش اتاك هتعمل ضربه اسمها سماش، ودي بتعمل دامج اكتر من الضربه العاديه. رابع حاجه واهم حاجه هي التشارجنج والابيليتي. عشان تعرف تعمل ابيليتيز لازم تكون عامل تشارج، والتشارج ده هتلاقيه تحت اسم الكاركتر بتاعك. والماكس بتاع التشارجنج بيكون 5، والابيليتي بتاخد 1 تشارج، وكل شخصيه عندها 4 ابيليتيز مختلفين عن بعض. الفكره بقى انك تعرف تعمل مانج امتى هتعمل تشارج، انك لو عملت تشارج وهو الراجل جنبيك ممكن بسهوله يعمل عليك اي ابيليتي او اي ضربه. وخلي بالك انك ما ينفعش تعمل بلوك وانت بتتضرب، لازم تعملها قبل ما تتضرب. اللعبه ما فيهاش كومبو زي انك تدوس على كذا زرار مع بعض عشان تعمل حركه معينه، ودي مشكله، بس الابيليتيز بتعوض عن حاجه زي دي. ولازم تخلي بالك من تحركات الخصم وتقراه، لان ممكن في اي وقت يعمل عليك داش وانت مش واخد بالك ويطير نص هيلثك. فدايما ركز مع اللي قدامك عشان تعرف تعمل بلوك لو هيضربك، وتعرف تعمل تشارج في الوقت الصح. اللعبه فيها تو جيم مود في الاونلاين، عندك كويك ماتش وده ما بيأثرش في الرانك بتاعك، بتلعبه بس للتدريب او فور فن، بس الرانك هو بقى المهم. قبل ما تخش رانك بسألك عايز تلعب مع نفس الرانك بتاعك او ناس توب رانك. المهم انك زي اي لعبه فيها رانك مود، كل ما بتكسب ماتشات بتعلى في الرانك، وكل ما بتخسر بتقل. فانت احسن لك اقعد تدرب في كود ماتشز، واول ما تحس انك جاهز خش العب رانك ساعتها. اللعبه فيها اوفلاين مود، وده لو انت عايز تلعب قدام سي بي يو او مع صاحبك في البيت. اللعبه برضو فيها ميشنز وقصه، بس المشكله في القصه ان مفيهاش دبلجه، فانت لو ما بتحبش تقرا ترجمه وانت بتلعب فدي هتكون مشكله بالنسبه لك. اللعبه فيها لوبي، وانت لازم تقعد تتمشى في اللوبي عشان تعمل اي حاجه. يعني لو عايز تلعب ماتش اونلاين او تلعب ميشن بتعمل اي حاجه تانية لازم تقعد تتمشى كتير، ومفيش اي حاجه تديك ايزي اكسس او فاست ترافل. وبصراحه اللوبي بتاعت اللعبه معموله باهمال وكروته، يعني اول حاجه هي الانيميشن، وتقريبا هم كسلوا يعملوها. انت في اللوبي ممكن تعمل سبون لحاجات تخليك تتحرك اسرع، من الحاجات دي ضفدعه، وزي ما انتم شايفين الضفدعه دي ماشيه زي التمثال بالظبط، مش اي انيميشن في الموضوع. وحتى الشخصيه نفسها بتنط وبتمشي بشكل عجيب جدا، وده بيخلي تجربه اللوبي ممله وملهاش لازمه. انا بالنسبه لي لو اللعبه كان فيها مانيو بدل اللوبي دي كانت هتبقى احسن بكتير، وعندي احساس ان هم خلوا كل الكلام ده موجود عشان يخلوا اللعبه ب $60. اكتر استمتاع في اللعبه لقيته لما كنت بلعب مع واحد صاحبي اوفلاين على نفس الجهاز، ودي الصراحه هي نقطه قوه اللعبه. اللعبه موجوده على بي سي بي اس 4 اكس بوكس 1 ب $60. ودي كانت ريفيو جامب فورس، فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، وسلام.